الله على راح الله، الله على راح الله، ما بقاش البال يخمم بعد ما قاس وتألم. هنا كتجي نقطة النهاية، نقطة النهاية فيها وفيها. ملي سولت المحكمة سعيد خويا على السلاح الرشاش اللي وجد بالحوزة ديالتو عقب أحداث مولاي بوعزة بخنيفرة 1973، أجاب ضاحكا: أش كتعتقدوا، واش هي عصا ديال راعي غنم يرعى بها قطيع ديال الأغنام ديالو ديال النعاج؟ لا، راها بندقية رشاشة من أجل تحرير بلادي من الاستبداد. كون بقات تسمى رصاصة وحدة في بندقية ديالتي ما غاديش تلقاني اليوم هنا. ملي جا الدور على الدكتور عمر الخطابي ليرد على سؤال النيابة العامة عن رأيه في الملكية، نظر إلى وجه الحاضرين ماليا ثم قال: إنها فعلا أول مرة يطرح علي فيها هذا السؤال في هذا البلد، احتراما للمحكمة واحتراما لكرامتي لن أجيب على هذا السؤال. جاء الدور على أمحزون موحى الحاج اللي سميته موحى الحاج نوبة، وهو من مجموعة عمر داكون. القاضي محمد اللعبي رئيس الهيئة كيسولو: هاد الكلاش السلاح ديالك؟ المحامي يطلب من موحى الحاج يطلع للجبل، بمعنى يقول لا وينكر وما يعترفش. موحى الحاج يجيب: نعم السلاح ديالي. القاضي رئيس الهيئة: ماذا كنت تريد أن تصنع بهذا السلاح؟ موحى الحاج: نريد إسقاط النظام وإقامة نظام جمهوري وفشلنا في ذلك، والآن افعل ما تريد. مرت المحاكمة في أجواء مشحونة، منطق القاضي بالأحكام حتى انتفض الحسن ترجيج المحكوم بالإعدام مردد النشيد: من جبالنا طلعت أصوات الأحرار ينادينا بالاستقلال، تضحيتنا للوطن خير من الحياة. استغرقت المجموعة معه في النشيد متحدية بذلك أحكام الإعدام القاسية. من هنا كالحسن ترجيج أول مغربي سائر يرفع شعار داخل محكمة مغربية بلا خوف، ومن هنا تكررت رفع شعارات داخل المحاكم المغربية خصوصا في المحاكمات السياسية. ولا تخلو محاكمة سياسية سواء داخل المحكمة أو خارجها من رفع شعارات مناوئة للسلطة وللمخزن. الحسن ترجيج كبر بمدينة آسفي وينحدر من قبيلة ترجيج بين تيزنيت وأيت بعمران. شاءت الأقدار باش يكون حياته مع أبنائه عابرة وقصيرة في المكان والزمان. بنته البكر ناعمة ترجيج المناضلة في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تركها وعمرها 3 سنوات. محمد ترجيج عمره 2، أما أمينة ترجيج فكانت الوالدة ديالها حاملة بها في الشهور الأولى. أسرة الحسين ترجيج المكونة من 3 أطفال قاومت الفقر والحرمان ونظرة الشك والريبة، واضطرت والدتهم وهي شابة أن تجلب قوتهم اليومي لأبنائها بالعمل في معامل التصبير ديال السمك بمدينة آسفي. في يوم الخميس 30 أغشت 1973 نطقت المحكمة بحكمها في قضية 16 حكما بالإعدام و15 بالمؤبد، وتوزعت الأحكام بين 20 سنة والبراءة، وصدر عليه الحكم بالإعدام في صباح اليوم 2 نوفمبر 1973. وأصدرت وزارة الأنباء بلاغا صحفيا جاء فيه أن المحكوم عليهم بالإعدام فيما يسمى بمحاكمة القنيطرة من طرف المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية المعروفين بقضية مولاي بوعزة قد نفذ فيهم حكم الإعدام يوم فاتح من نوفمبر 1973 في الساعة 6 صباحا و38 دقيقة بالسجل المركزي بالقنيطرة بحضور رئيس المحكمة ووكيل الملك ومحامي الدفاع وعددهم 15 وعلى رأسهم عمر دهكون. وصادف ذلك يوم احتفالات المغاربة بعيد الأضحى. نفذ حكم الإعدام في كل من عمر دهكون، الجدياني، يوسف مصطفى، حسين أيد زيد، حديد دموحة والحاج، دحمان سعيد، الناصري، بوزيان، العثماني، أيت عمي، البعمراني، الجزار، وصبري، وفريكس. الحسن ترجيت هو رقم 15 اللي تعدم مخلفا وراءه أسرة
وزوجها شابة وثلاثة الأطفال لا معيل لهم، بينما تم تأجيل إعدام المهتدي لحين أخذ الشهادة ديالته في المحاكمة الثانية اللي انتقب أحكامها في 18 يناير 1974، وأضيف للاحقة محكوم عليهم بالإعدام سعيد خويا محو حمو جناح بوجمعة محمد الحجاوي ميري بوجمعة ودريس الملياني صباح 27 غشت 1974. أفرجت السلطات عن عمر بن جلون واليازغي في نفس الوقت أعدمت الستة الآخرين رفقة المهتدي. هكا كتكتب فصول واحدة من أهم الأحداث اللي عرفها تاريخ المغرب المعاصر، أحداث مولاي بوعزة بخنيفرة 1973، في سؤال علاش ضاع التاريخ في ركام النسيان. مرددين مشينا وجينا مع الأيام، وبقات القصة تما والسما ارتاحت من الغيام، والدمعة ولا الجمرة شكون يردد النشيد، من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال، نضحي بحياتي وبمالي عليك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.